تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها الكريمة اليوم الحفل 11 لمنح جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة 2018 بتنظيم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمقام في نادي شريف العوضي للأطفال والناشئة بالرفاع. بهذه المناسبة أكدت سموها أن مملكة البحرين تمتلك رصيدا وافرا وعريقا من الخبرة في مجال دعم وتشجيع هذه الأسر عبر خطط وبرامج تحفيزية داعمة للتحول من الإنتاج إلى تسويق المنتجات داخل وخارج المملكة، مشيدة في هذا الصدد بجهود الأسر البحرينية المنتجة وعملها الجاد لإبراز المنتج البحريني بما يدعم الاقتصاد المحلي ويساهم في الترويج لمنتجات عالية الجودة تبرز الخصوصية الحرفية الوطنية وتشجع على تناقلها بين الأجيال للحفاظ عليها كونها مجالا خصبا للإبداع ومدخلا لريادة العمل الحر. وأكدت صاحبة السمو أهمية النظر إلى ما تحقق لهذه الأسر من نتائج إيجابية خلال مراحل تطوير المشروع على مر السنوات والمتمثلة في تنويع خياراتهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية عبر التدريب المستمر، داعية في هذا الصدد لفتح المزيد من القنوات لتسويق منتجاتهم وإنشاء منصات عرض مختلفة لتضمن منافسة الأسر في السوق المحلي والخارجي. وهنأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في الختام الفائزين بجائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة، معربة سموها عن ارتياحها من الإقبال المتزايد للتنافس على نيل الجائزة التي قصد منها أو تم القصد منها بشكل أساسي تكريم اليد البحرينية بترسيخها لقيم العمل اليدوي بمجالاته الواسعة والاعتزاز بعطائها والوصول بهذه المنتجات إلى مستوى الطموح الذي تتطلع عليه الأسرة البحرينية ونتمنى لها. وقد تفضلت سموها بتكريم الفائزين بجائزة سموها لهذا العام، حيث فازت أسرة السيد أحمد عبد الكريم بجائزة أفضل أسرة منتجة، وفاز السيد علي جابر بجائزة أفضل منتج، وهو عبارة عن منحوتات خشبية مبتكرة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بجائزة أفضل راع وداعم للأسر المنتجة. هذا وقد تجولت صاحبة السمو في معرض منتجات الأسر المنتجة المميزة المصاحب للجائزة، والتي شارك في دورتها الحالية حوالي 255 أسرة منتجة بزيادة بلغت 33% عن العام الماضي. واطلع سموها عن كثب على مشاريع الأسر وما وصلت إليه من تطور يعكس ما تقدمه المملكة من تسهيلات لهذه الفئة مكنتها من الإبداع والتميز. وكان سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان قد ألقى كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله لحرص سموها المستمر على رعاية وتشريف حفل جائزة سموها للأسر المنتجة بالحضور وتكريم الفائزين بهذه الجائزة، مما يعكس جانبا من مبادرات سموها الخلاقة والمبدعة في خدمة الوطن والمواطن، ويمثل رسالة دعم وتشجيع تجاه الأسر البحرينية المنتجة وحافزا سنويا لهم لمواصلة الإبداع والابتكار في تطوير منتجات عملهم التي استطاعت أن تشكل تجربة رائدة في مسيرة العمل الإنتاجي والتنموي وتشارك في رفعة هذا البلد وتقدمه. Thank you.
الجائزة أطلقتها حضرة صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد منذ 2007، وهي في تطور مستمر. اليوم المعرض اللي نقيمه أثبت بأن التجربة متطورة، وأن مزيد من الأسر البحرينية دخلوا في ريادة الأعمال من خلال برنامج إسرة والصناعة المنزلية. اليوم كرمت سمو الأميرة أفضل إسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل راعي للإسر المنتجة، وهذه يعني عهدت سنوياً تتم هالنوع من التكريم للتشجيع الإسر على المنافسة وعلى تحسين المنتج وتحسين الخدمة. الحقيقة يعني شارك في المسابقة 255 إسرة، وهذا اللي انت فضلت أكبر بنسبة 33% عن السنة الماضية، لما يعني توفر من حوافز ومن تشجيع ومن رغبة لدى الإسر نفسها بالتحول إلى ريادة الأعمال. ريادة الأعمال توفر العيش الكريم للإسرة وتغنيها عن المساعدات الاجتماعية وتجعلها تعتمد على نفسها. دي الجائزة حافز لي، واحد، اثنين، أطور في شغلي. صاحبة السمو من قبل كانت تدعمنا ودائما بتوصياتها توصينا سووا كذي، لها تعليقات، لها تعليمات تقول لنا، فنرتاح بتوجيهاتها، دعمها ويانا دائما ووقفتها ويانا. فبالعكس يعني أنا أعتبرها كأم الأسر، يعني لما تينا وتشرفنا وتزورنا الأسر بخير، يعني بتوجيهاتها بكل شيء. طبعا دعم سمو الأميرة يعطينا حافز أن احنا نبدأ أكثر في أعمالنا، وإن شاء الله نروج أعمالنا لبرا البحرين إن شاء الله للعالمية.